بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما نبغى نتكلم عن الإنسان إذا دخل النار، نبغى نتكلم عن الإنسان إذا شاف النار، بس إذا شافها بس. ولو ترى إذ وقفوا على النار، ما دخلوا واقفين لسه، بس وقفوا، ما دخلوا جوة النار، ما أخذوا من زقومة، ما شربوا من الحميم، ما لبسوا من ثياب أهل النار. نسأل الله العافية. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.